dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت لباد أو عن وان السلام يا دمان أرضي والد بون السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع المستفى حسين شامع يمددي تربية الإسلامية يفصل كيس الدلال أرضي هاي وحن كسوة لحترني عتب كيني كوبات مراجعة إليه أها أوكي هاد لي نواقض الإسلام العشرة عشر كاسان كسو دحجرني وحن سوق قادني دور ناقد بان سوق قادني ناقد كي وجود دنبيان كو دحجرنا وحوها الناقد الثامن بوها الناقد الثامن وحوها مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ومحبتهم ناقد كاسو وحوك أحد ليي إن قال هذا له هيليو أولا صور راعو أولا كالميو إسلام كان الله صور راعو أيان كسو دحجرني وحن كتل ما ناقد كاسوني هاي ناقد خالص وخطر وقفك هكو كينا يا إنو كردعو قالنمو مظاهرة المحبوهي وقفكو قالنم صراع وصراع قال هذا يتعيل كو تعيلي هاي وتعيل محبة محبة دينة دويان دينتو ذا أيو تعيلي هاي عقيدو ذا أيو تعيلي هاي تعيل يقو أوهايو يحيلين أضاق يقو أوهايو أودد بو صراع يا أنبا وكحيلين يا إيغا ومسلمة أو صراع يا كاسوحوها الناقد الثامن أي نكسو دحترني وحينو غهرسنا الناقد كثامن كها دليل كيساي نغو حرصاني مركا دليل كيسا عنو اقنو ناقد الثامن دليل كيسا وحيري والدليل دليل كناقد كسيداداد والدليل اه انو يهي مخرج من الملة وقف اسلام كا واسلام كيس ولا وعما يا ابا وكقبح اسلام كا وحاو دليل قوله تعالى الهي سبحانه وتعالى قول كيسا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلى يحلي تبارك وتعالى سوى مؤمنين تلاها الضياء يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تدك إيمانك لقاها لو لا تتخذوا هكذا لغننا اليهود لمنك يهود الله يلاحظوا الدين تا يهود الشيقنا والنصارى يكوى كريستانك أولياء كواد حلي لسانو السود ويستانو تشعلاتان هكذا لغننا بعضهم بركود أولياء بعض إيجا إسكو حلي ريالا وإيجا إسجعلو إسو حلي ريال ومن روحي تولهم تلد أديبتو تلسارتا منكم إذن كميدا فإنه كاتلد يهودي كريستان أديبتي منهم إيجا أيو كميدي هاي حقيق إن الله إلهي تعالى سريه لا يهدي مهنونيو القوم الظالمين دول كي يقوم كي حد قدبي حدود إلهي نافي قال لما أطلابي إلهي كوا هنون كما وافتشيو ملك آيات داس واحد دلول تهي مظاهرة المشركين هي معاونتهم قال هذا أول الراعو أول تلولو ديبتو أول هيشدو وإسلام كله صور راعو إنا يتهي ناقد كميدا نواقد الإسلام العشرة ناقد كاس هل كاس وينقول لماضي وحن كو حكسينا الناقد التاسع ناقد كي سقالات فرفره سقالات الناقد التاسع ناقد كسقالات بيهي من اعتقد روح آمنة وقلبه قبطة أن بعض الناس إن ضدك قاركي يسعه أي أبنى أنتهي أو أي كفل أنتهي الخروج بحيتان عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شرعك محمد إنه كبح أو استغطه هدوقف وتاو آمنه فهو كاسي كافر واقال معناه توحب يقف هدي وسكدار دعيه أو سيلاحظ الشرع لنا محمد يا شرعي إلهي وسو لبني محمد ويكون برنات حينا تكبحت وتسكتك وشرعي كلا أديلت أنبأت سميستد قبك تا اعتقادا أي قلبي جيس تكون طينو كم مرة مكرر شرعي لنا محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر روحا سوى قف قال أه أو قال ماذا يكون عضه محاوت صلاة مثل أن يعتقد وقت صلاة أن يعتقد إنه آمن أنب قلبه وقبت أنه يسق روحا سي يجوز أي أبنانته له سقو أي أبنانته أن يترك إنه كتغى بعض الواجبات واجبات كقارك الشرعية الشرعية كالصلاة سيدة صلاة قف كان وحو آمني إن واجبات كقارك ودي أمد الله فري سيدة صلاة وكله
إن يسقى وبنات هي مسكجتها وآن تكن قف سدا آمنة وقف آمنة شرعي إن محمد إنه كمرمي أبكى جد بي أنبا وك طلعي وقف سو آمنة قف كاسي وقف كل عين ناقض كم إذا وحياه إسلام ك أرحش منية أو يجوز أنبا حط أو أنبا تصالح يجوز وحقو بنان وإسكا وآمنه يجوز إنه بنانته له يسقى وبنانته فعل بعض المحرمات وحيابها حارانت أهل اللي سكود يدي وحكم إذا سمين تود أي سقى وبنانته هاي تاهدي وآمنه كشرب الخمر سيدا خمر عبيتان كيوك له تاهدو سكرد على عيو إسن الروح عاسي وحكاد روح إسنان مديسي ضيعي أو تبيي أم بوريي أيوكا من ديحي أما نقرأي إلهي وحبو نجاح حارانت مني وحبو إلهي نوبنني ونفري أما حيه نقوة تبيي فوقفك شرعي إلهي سديد سيا أما شرعي إلهي إسكمارن سيا وإلهي أنا قوي إبنا أنت حي شرعي إن محمد ولي ما دينا كبحه وشرعي كلا يشو أما شرعي كلا أنقلو تاقل بيقى كبقى تا أبا آمنا قفك أسوح نقول يا قف كبحي من لذا إسلامك هي دينة إسلامك هاو الدليل هذا طبعا والدليل وحاو الدليل قوله تعالى رب سبحانه وتعالى قول كيبا الدليل أفغير دين الله من دين تإلهي من أهين با بي يبغون دونيا أفغير دين الله دين تإلهي من أهين بي يبغون أي دونيا وله ولله وحا أصدق ناضي وله ولله أسلم وحا إلهي سلي بي من عدبا إلهي سلي بتي في السماوات سموينك كصغا والأرض أرلض كصغا طوعا طائعين يغرى لكؤه بإله أهجاس من وسقدي بين وكرها مكرهين يغوك خصبا أي إلهي سقدي بين وإليه يرجعون يرجعون وين قنيا إليه إلى الله بيؤن قنيا أي دا سهو دليل إله عز وجل ما الشرعي أنا شرعي إلهي أهين إيما الدين دين تعاين إلهي أنا هين بيدونيا إيضاو عد الصمد كسوغنا ملائكة يعد أرضا كسوغنا الدماء إلهي إلهي وسقدي بين إلهي أهجاس من حق إلهي نوي أن قنيا مركز الدنيا الشرعي أنا هاي شرع إلهي نقاطانا يكون دور بطان وقوله تعالى يا إلهي قولك ساود لله ومن روحي أنب الشخصي يبتغي دونه غير الإسلام إسلام كوحانا هاي دينا دين أهان الدونة فلن يقبل منه لقى أقبل ما يو قفك دينا دينة إسلام كهاي دونة كريستان يهود نمو أنب الدين كري وأن دينة إسلام كهاي دين كريكتا أنب الدونة فلن يقبل منه لقى أقبل مايو وهو يصون في الآخرة آخرة مرك اللي سوي ما دنا من الخاسرين وكم دي هيك وخساري يقول درايستي اي مصير كي سيهوي كي سيهال قدن بينا اي نقون دون تنار ويا إسلام نما أي إلهي دونيا إن الدين عند الله الإسلام إله سبحانه وتعالى حولي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تردارك أنبي مصاصي هايا إن إسلام نما لو لسكو لو هو جانسمو إسلامي ماذا نلقاته؟ لقاه في أمريكا هادو دين كلا قاته لقاه أقبل مايو أبا ملت كلا أبا شرعي كلا أبا حكم كلا قاته لقاه أقبل مايو ما نلتقي يا منو نقول يا خاسرين تقول درست كاسوحها ناقد التاسع بوها إم كلا ناقد كي نقول حق دونا والناقد العاشر وأنا ناقد كي وجود بيجي نواقد الإسلام العاشرة طبعا كها الناقد العاشر ناقد كتبناد العاشر وكتبناد كتبناد والإعراض وكتشيت سشدي أعرض وقفك مركو تشيستو وروحك لو تشيستو الإعراض وكتشيت سشدي عن دين الله دين تإله إلا كتشيت سدو لا يتعلمه مركا إعراض كواسدة كتشيت سياسي واسدة دين تإله وكتشيت سنية لا يتعلمه برم مايو ولا يعمل به كنا عمل فريم مايو أود بالسيي كرتي بالسيي وقت بو هايستا إن دين تكبرتو فهم بو إلى هايسيي إن دين تكبرتو هذا نو كتشيستي منو بران كمنو عمل فالين إساقو كتشيستي أس أي كتا هاي كبر إيا إسلويني آنو دين تهوسو إيجين وان دين تآنو صوامي العسرين فقف كاسي ومعرب والمراد أتشددا أنباء وحلو قد ليها به الإعراض كان الشيخ يا وحا لو قد ليها بل لو قد الإعراض الكلي وكتشيتسي كلها هاي نمو يسكترنا قبي هم الإعراض الكلي
waa ka jeedsigii kulliga ahaa ee gebi ahaanta ahaa gebigiisaba islaamka iyo diinta uu ka wada jeedsanaya soo eegi maayaba hoos u soo eegi maayo muxuu ka jeedsanayaa can tacallumi asli diin diinta asalkeeda waa asalka waa inta lagu soo galo islaamka qof walba waxaa looga baahan yahay diintiisa inuu barasho iyo aqoon inuu ku yeesho weliba intuu qof ku noqonayo muslim kelmadda qofka uu kusoo galay islaamka waa laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah waa shahaadateynka waxaa loogu baahan qofka inuu barto macnaha laa ilaaha ila allah shuruudda kelmadda laa ilaaha ila allah iyo arkaanteeda inuu barto iyo khasaaisteeda inuu barto waxyaabaha xoojinaya inuu barto waxyaabaha wiiqaya inuu barto waxaasoo dhan waa inuu barto waayo kelmaddaas waa kelmadda la weydiin doono qofku markuu xabaasha galo ee la duugo waa kelmadda la weydiin doono ee la odhan doono man rabuk iyo maa diinuk iyo maa nabiyuk laa ilaaha ila allah qofka aan macnaheega iyo fahamkeega aan qaadan aan baran ka jeestaa mucrid buu noqonayaa naaqid buu ku dhacay min nawaaqid alislaam alicraad alkulli idan alicraad alkulli haddii lagu weydiiyo waa maxay alicraad alkulli alicraad alkulli waxa weeye alicraad alkulli can tacallum asli diin aladii yakuunu almar'u musliman waa ka jeedsiga laga jeedsado tacallum asli diin diinta asalkeeda iyo seeskeeda ku taagan tahay laga jeedsado alladii asli diinkaasoo yakuunu ahaanayo almar'u qofku ahaanayo musliman muslim uu ku ahaanayo hadda maxaa u deliilaya qofka sharci ilaaha ka jeesta barashadiisa iyo ku camalfalkiisa inuu yahay qof islaamnimadiisii arax jabiyey maxaa u deliilaha waddaliil waxaa u deliilaya qowluhu tacaala وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَمَنْ أَظْلَمْ يَا كَالظُّلْمِ يَحَدْ قُدُ بَضَنْ مِمَّنْ عِدْ يَا كَالظُّلْمِ بَضَنْ ذُكِّرَ لَغُوَانِيَا لَوْسُوا هَذَا الْقَاضَيْ بِآيَاتِ رَبِّهِ آيَاتِكَ رَبِّهِ لَوْسُوا هَذَا الْقَاضَوْ لَوْ شَيْغَيْ ثُمَّ مَكَدِّ مَرْكِي لَوْ شَيْغَيْ أَعْرَضَ أُوكَتْ سَدَيْ عَنْهَا آيَاتِكَ إِيَوْ waxaa loo sheegayo innaa annagu min almujrimiina kuwa dembiilayaasha dhibka badani muntaqimuuna kuwa ka aarsanaya ayaanu nahay aayaddan waxaa la sheegaa waxay kusoo degtay ninkii la odhan jiray annadr ibn alxaarits addaari ninkaasoo in badan aayado badan ay kusoo degeen ninkaasi dhowr jeer buu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam u yimid aayaadka ilaahay buu ku dul akhriyey kalaamka ilaahay buu u sheegay si yar iyo si weynba waa u sheegay kor iyo hoosba waa ugu dhigay laakiin qofkaasi icraad buu la yimaaday jeedsi buu la yimaaday uu ka jeedsaday sharcigii ilaahay uma acrada canha aayaadkaa loo sheegay lagu waaninayo ayuu deedna ka jeestay innaa annagu min almujrimiina kuwa dembiilayaashae falka xun sameeya muntaqimuuna waanu ka aarsanna nawaaqidkaasi halkaasay nagu soo dhammaadeen toban naaqid ayaanu ka soo hadalnay oo runtii naaqid walba sharax baanu ka bixinay naaqid walba daliilkiisa waa ula socday waxaan rajaynaya ardayahay nawaaqidaas inaad kor aad ka qabataan markay kooban yihiin aad bay u kooban yihiin macnahuguna waxaan jeclahay iyo waxaan rajaynayaa inaad fahamteen ayaan rajaynayaa marka cashirkeenu maanta intaas ku eg yahay waxaan raacin doonaa layliska ayaan raacin doonaa iyo inta ka harsan cashirka wuxuu yidhi walaa farqa haddaba wax faraqa iyo kala duwanaansho uma dhexeeyo fii jamiici haadihi nawaaqid nawaaqidan aad soo aragteen dhammaantood faraq uma dhexeeyo qofka haddii uu sameeyo bayna alhaazili kii kaftamaya ciyaarayay haddii uu sameeyo farq uma dhexeeyo qofkaasi wuxuu noqonaya qof ka baxay diinta waljaad iyo kii dhab ay ka ahayd naaqidkaasi si dhaba ayuu sameeyey isna wax faraqaa haba yaraatee meesha imanayaa male walkhaa'if iyo kii sheeganayay baqasha iyo cabasho sheeganayay hadduu nawaaqidna la yimaado isna ma haysto maxay ahayd wax fasaxa ila almukrah kii la karhay kii lagu karhay lagu khasbay mooyaane in nawaaqida ku dhaco waa qof inta lasoo qabtay lagu khasbay inuu islaamka ka baxo amba inuu ilaahay shirik u sameeyo amba ilaahay diintiisa inuu ka jeesto nawaaqidaas waa lagu khasbay qalbiga isagu uu ka jecel yahay diinta qalbiga ilaahay uu ka rumaysan yahay qalbiga waa ka mu'min laakiin culays iyo awood dibadda ayaa lagu keenay si maxay ahayd nawaaqida ugu dhaco kaas waa mukrah baa la yidhahdaa kaas isagu kuma jiro ilahay baa dhihi ilaa man ukriha waqalbuhu mutma'innun biliimaan walaakin man sharaxa bilkufri sadran faclayhim gadabu min allah walahum cadaabu cadiim marka kaa mukrah isaga waa laga soo reebaya kuwa kale haasilka kii ciyaar iyo dheeldheelku ka ahaa aljaad iyo kii dhabta ay ka ahayd iyo kii sheeganayay baqasho iyo fulinimo sheeganayay kuwaas iyagu faraq uma dhexeeyo hadday nawaaqida ay la yimaadaan waa loo qabanayaa oo naaqidka kuwa ku dhacay
ayaa loo qoraya fayanbaghi hadaba waxaa haboon lilmuslim ruuxa muslimka waxaa u haboon an yaxdaraha nawaaqida inuu ka feejignaado iska ilaaliyo wayakhaafa minhaa inuu ka baqo calaa nafsihi naftiisa uga baqo nacuudu billaahi ilaahay baanu magan gelaynaa min muujibaati ghadabihi waxyaabaha cadhidiisa keenaya wa aliimi ciqaabihi ciqaabtiisa kuleylkeedna keenaya ilaahay baanu ka magan gelaynaa halkaa waxay nagu dhammaaday cashirkaa nawaaqid alislaam iyo tobankiisii naaqid baa inagu dhammaaday waxaan gudagelanaa inta waqtiga nagu haray cashirkaa dhammaaday layliskiisii amba tadriibaadkiisii aanu isla eegno la soo baxa arday ahay bajka tadriibaadka atadriibaad wuxuu yidhi ajib ka jawaab can alas'ila alaatiya su'aalaha soo socda ka jawaab su'aasha koowaad udkur waxaad sheegtaa annaaqid lugatan wa sharcan naaqid maxaa la yidhaahdaa luga naaqid sharcan maxaa la yidhaahdaa ayaad sheegaysaa su'aasha labaad kam cadad nawaaqid alislaam waxyaabaha islaamka jebiya nawaaqid alislaamka tiradood ayaad sheegaysaa saddex maa xukmu man jacala baynahu wa bayna allaahi waasita muxuu yahay xukumka cid isaga iyo ilaahay dhexdii waasito dhiga isku xidho dhiga xukumkiisa muxuu yahay afar maa xukmu man istahza'a shay'an min diin illaahi qof ku dheeldheela wax ka mida diinta ilaahay xukumkiisa muxuu yahay shan udkur nawaaqid alislaam ijmaalan waxaad sheegtaa nawaaqid alislaam si guud oo mujmal ah ayaad u sheegaysaa lix hal yajuusu miyay bannaan tahay mudaaharat almushrikiin mushrikiinta in loo hiiliyo wa mucaawanatihim iyo in loo kaalmeeyo wa mucaawanatihim cala almuslimiin muslimiinta in looga hiiliyo miyay bannaan tahay toddoba maa xukmu muxuu yahay xukumku man ruux ictaqada aamina an ra'yahu ra'yigiisu akmal inuu ka dhammaystir badan yahay min hadyi alrasuul sala allah alay wasalam hanuunka rasuulka sala allah alay wasalam inuu ka hanuun badan yahay ee ra'yigiisu ka dhammaystir badan yahay xukumkiisa kaa sidaa ictiqaadaa muxuu yahay qaybtaasi su'aalihii weeyaan qaybtaas waa qaybtii su'aalaha layliska wuxuu leeyahay qaybo fara badan buu leeyahay dhowr qaybood buu leeyahay maanta qaybtaasun baan bixin doonaa baan jeedin doonaa haddaa la yidhaahdo xisada dambe ayaanu inta ka hadhay layliska sii dhammaystiri doonaa marka maanta cashirkeenu halkaa inagu jeego wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh